المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء البر والإحسان، ولا تدري شمالي عن يميني إنه الكتمان. بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وذاتي كم أنميها بعلم يرفع الإنسان، ويأسرني جمال الكون فيما أبدع الرحمن، وأحسن طاعة المولى أؤدي الفرض في إتقان، فإن الصدق منجاة ثواب يثقل الميزان. بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. ولي صحب هم الأخيار، نعم الصحب والخلان، قلوب قد تآخت في محبة خالق الأكوان، ولي وطن أباهي فيه ما في. يقول راجي عفو رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه، ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين،
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى رمان أخيارتا سقطتمي مدشنا أدبان السلامية سلام كدبنا آد بان غفر أحسان هاي جويغان قروح دبادان أين سقر نمي أن أكتر جمعية ودبال دقيدة أن قرآن كي الله سبحانه وتعالى أولا دمي أن دمان دادك سجمي وحن لايا هاي كسر دوادا قعما فران أن مركا حكتا عن فيلا يا إنا يكال سدحادي أين سقر نمي أنه دبال دك كانو كلا أن إنا يتهي kalkii labaad iyo markii labaad ayuu isugu nimaano aan meeshan ama hoolkana ay tahay iyada oo markii koobaad aanu ka soo qayb galay 14 arday oo quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala khatimay bishii 8-aad sanadkii 2019ka sanadkii 2010kana aynu u dabaaldegnay 24 arday maanta insha Allah ta'ala sidii hore عربك الله قد افتي وحين اودى بالدقي دونا اردي ادو فربضا او ككوبا ويلا الايا قبضه داير ايا داد احد حادبا اردي دا استريدو واتدواتا ايا سدح اردي ويان تكبير اي كتران انتو دا بداني كوي منيابلس ايا سين بول ايا تولين كودو دو كودا شي kuwa ugu fogfogina ay nawaaxiga magaalooyinka inagu dhagdhagan ama istaadiyada kale ay ku dhasheen iyagoo aan marnaba Atlanta Ocean aan dib uga gudbin ama waddankii ku noqonin taasina waa farxad labaad takbiir Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa mahadaas iska leh run ahaantii dhammaan waxaanu leenahay hala soo dhawaado dhalinyaradan insha Allahu ta'ala waxaan ka rajayn doonaa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waalidkood iyo ummadda islaamka ah ee halkan ku nool iyo caalamul islaamiba ku nool uu ka dhigo kuwa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku anfaco wa jazaakum Allahu khayran kasoo qab qeelitaanka laga soo qayb qalay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. Innal ladhiina la يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدون
يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن صدره ضيقا حرجا
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. جزاء الله خير الجزاء. قراءة معان أين آخر سي زينب إلى مسانك حسناتك ها أسارة وقولوا ما شاء الله ما شاء الله اللي له ذو إلى سبحانه وتعالى حن كبر يا إنه بركيه قيتي هراء ويه أما أنت هسي هردعي على اليد ويه لكن جماعات فربضن يا كوحات فربضن بأساس هذا إن شاء الله تعالى وقتي إنه أنت سببنا وحقا لنا قرآن آخرين أما سيل الله يفعل الله آخرين أيوه أما سقى دوبان هلا سوقت بيوم إن شاء الله تعالى أنت أسوأ قيبتي هارة قيبك الله آدم مع معاننا وهرسيهين إن شاء الله تعالى وحن كله وين أبشرك سلو Next will be عمر عمر عثمان عمر عثمان will do share in Arabic إن شاء الله وبركاته Dear brothers and sisters in Islam Today I will be reciting an Arabic poem The poem itself does not have a meaning, because the meaning is hard to memorize. But that's okay, because the story behind the poem is very interesting. There once was a Khalifa that had a memory so good that he can memorize a poem after hearing it just once. The Khalifa had two servants. One was a boy and one was a girl. The boy servant could memorize any poem after hearing it just twice. And the girl servant can memorize the poem after hearing it just three times. So the Khalifa announced a competition, challenging all the poets in his kingdom. So to Safir Bulbuli, Hayyij Qalbi Thamali, Alma Uwa Zahru Ma'am, Zahri Lahdi Al-Muqali, Wa Anta Ya Sayyidali, Wa Sayyidi, Wa Mawlali, Fakam Fakam Tayammuni, Quzayyilun Aqayqali, قذفته من وجنة من لثم ورد الخجل فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي والخوض ما للضربا من فعل هذا الرجل فوالولد ووالولد ولي ولي يا ويل لي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي قالت له حين كدا انهد وجد بالنقلي وفتية سقونني قهوة كالعسل لي شممتها بآنفي أسكى من القرنفلي في وسط بستان حلي بالزهر والسرور والعود دندندنني وطبل طب طب طبلي طب 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 لي وسقف سقسق سقلي ورقص قد ضاب إلي شوى شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يسيح ملل في مللي ولو تراني راكبا على حمار أزري يمشي على ثلاثة كمشية عرنجني والناس ترجم جملي في سوق بالقلقللي وكل كعكع كعكع خفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية أقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي يأمر لي بقلعة حمراء كالذمذمني أجر فيها ماشيا مبغددا للذيني ألا الأديب ألمعي من حي أرض المرسلي ندمت قد عن زخرفت يعجز عنه أدبلي أقول في مضلعها صوت سفير بلبلي ما شاء الله جزاهم الله خير next إن شاء الله will be a poem about فاتحة صوت الفاتحة and ميسكي طيب أبو أحمد شريف النوكي علي will be doing إن شاء الله فتفضل مشكور آخره أهاتي بقر كي أيان تدمبه إلهي أذيقان عابدينا إلهي أذيقان كالميسنينا أذيقان نقوبيك ودو دقمان إنتا دو أرس
انت نعم يسوك وآدسك مهان دونا يا انت دردسك يكو باديود إلو مي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. الحمد لله رب العالمين. Praise be to Allah, praise and thanks be to Allah, Lord of Al-Alamin, mankind, jinn, and all that exist. الرحمن الرحيم. The most gracious, the most merciful. مالك يوم الدين. The only owner of the day of judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. He who we worship, he who we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم. The path of those who are favored to you. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Not the path of those who have angered you, nor the path of those who have went astray. Next is the government you guys be waiting for, inshallah. This government is in Somalia, okay? So inshallah, I want everybody to open up their ears and listen to this young fella, inshallah. His name is Faisal. Fala yatafadal mashkuran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I will be reciting a poem about the graduation and the benefits of the Quran. قلبي جيجا وانتان كاتشري قبل القداية قلبي جيجا وانتان كاتشري قبل القداية انقياس وما تركلو قيم ليه وحن قابلينا نوا قوادي ابو بكر قلنش بنتي ويان قيبتي اقب نيده قير كود كتقيو قيم قاري القبوسي قد ايو قلبي فوان كسو قلئ روحي قران كيو قلكي اذا دقو قارقي تجويد كي قيب انقلت قلن قرني قي اوچو قبدت كوي قدر ياني قد هدي وايو لغقاد وحدي قبري قي لقيب ربي والقبوشة مرق مشركي سنا عيد ويقدر ساي قيامه مكودع قرحي ودبات دا دتك قاوا يهي قتن يهي ايانتاس قدرك اود حينا قوحدي لصادقو قف كست ابن ادم بن قيحل لصوت بو اوقيق جهنم قوس قلي ادم دبتايغ قرشايو تاج بقوت لوغلن قوادي رسولك قيمة هوليه سعد ابن وقاص ايو سالم بولا قيم نقن قيمها وحيس كره قف قوانك قيبو توحيدك قيويو سندين قابليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. All praise are due to Allah, the Lord of the worlds and the creator of the universe. We seek protection from Allah, the evil of our souls, and we seek protection from Allah, the sins of our own deeds. Whomsoever Allah guides, no one can mislead, and whomsoever Allah misguides, no one can guide him to the straight path. I testify that there is only one God, and Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his final messenger. May Allah's complete and perfect salutations be upon Muhammad sallallahu alayhi wasallam, his family, his companions, and those who follow him. What is Islamic studies? Islamic studies is the studies of hadith, aqidah, fiqh, sirah, tajweed, du'a, and tafsir. These are the fields of Islamic studies that Abu Bakr al-Dusi offers. Aqidah is a branch of Islamic studies regarding the beliefs associated with Islamic faith. Abu Bakr students learn the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, his unique attributes and his great descriptions.
Al-Bakr offers tafsir classes to a highly qualified students. Students get to learn the correct translation and of the Holy Quran with the understanding of the Sahaba and the pious predecessors. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة
أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأن تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال
سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله أكبر ما شاء الله إن وعفوا بكاوسنا إن شاء الله إن ما شاء الله ليرادوا أرض القرآن كآخر شيء إن هل كان وحينا وصل قبل جوابي قبتي أرديدا القرآن كان آخرنا إن شاء الله حضرتنا وحينا وحيا إن برنامج ده هو تجويد إن شاء الله تجويد إن شاء الله ينو وحيا الحمد لله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى والهادي المجتبى أما بعد والليال برنامج كان وترتن أو مسابقة أيضا تحفيدك كتر تميان تجويدك أرضين هذا ما يشوف الدنيا وحيسومر عند دور ستيج أيها السوق الرياضي دايما تمرك أود بيسي أيها السوق هذا ناي أو ترتن كي أنا جا دكسي دحيس أو سوق وأنا كسر الرئي حدنا وحن ترتن سيلنا إن شاء الله قبلها يجليشة أنت عنن دحجل ترتنك وحن جعلنا هنا نقبل لنا قوي أما منظومة ويسكليها الإمام الجزري عليه رحمة الله ويقوله يرشك علينا دونا إن شاء الله آثم من لم يجود القرآن آثم لأنه فيه الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. أوكي سؤال شو ورز وحان كبلا وانا قبلها إن شاء الله سؤال شو حويا وما حي معناها التجويد لغة ما معنى التجويد لغة وحاسكلا قبلها الاتيان بالجيد سؤال شو حكتب وحاسكلا ويلشا كم حروف الإظهار وما هو البيت الذي يجمع تلك الحروف حروف الإظهار وماذا بيتك لو كان حرفها عصنا نحوية هاي وليش أسكال سواشان؟ ست حروف أخي هاك علم حازه غير خاسر أوكي سواش إكتا وحاسكال قبلها كم حالة للميم ساكنة وما هي؟ ميم ساكنة لغا حالوة إيلاها هي محيسيهين حالوة إيلا صدح ثلاثة حالات وما هي إدغام التماثلين إظهار شفوي إخفاء شفوي أوكي سؤال شو أكتب عسكري ولاشة آية صوص عطاء وعد كسر صارتا أحكام تن هذا كنا كل شيء النون ساكنة الميم ساكنة الميم والنون المشددتين آية واصلة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هو ونون مشدتين جزاء وكان نون ساكن تنوين بعدها واو إدغام ناقص سعيكم مشكورا سعيكم مشكور وإدغام متماثلين يلكم جزاء وإظهار شفوي
أذكر مثالا واحدا للراء المرققة رعد ير هل تصال ملسي فر أم أوكي سؤال شخص وحاسكلا ملشا أيضا سوسعة أحكام سارتا أحكام تكجرتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم اوكي سؤال شو عسكري قبلها ما هي حروف الاستعلاء وما الذي يجمعها حروف الاستعلاء محيها محيسي ام محيين وحلو كل ميس محيها وحاجر وحلو كل من حروف الاستعلاء وحاسكا محيها وحرف لوينيو حروف الاستعلاء حين هرتو ما حاصل لكم ليها وحرف لوينيو ان خص ضغط نقط اوكي سؤال حكته وعسكلا ولشا الى كم ينقسم ادغام النون ساكنه والتنوين ادغام ك نون ساكنه يتنوينته ما غا يوقع سما ينقسم ادغام النون الساكنه والتنوين الى قسمين ادغام الكامل والناقص اوكي سؤال شحكت وحاسكلا قبلها مثل لادغام المتقاربين وحاولت صارك بحساء ادغام المتقاربين يلهث ذلك اوكي سؤال شو حاسكلا ويلشا ايضا سوسع تمتل متك كجرع يا لغير وانا شكتون وعويهي وحفظناها من كل شيطان الرجيم ممد أسلي با ممد عوض با معارض السكون با ممد الجائز المنفصل با معي هاي اي مد الأصلي يو سي مد العارض السكون مد العارض السكون مد الأصلي صحيح معنا هاي صح لا بحبا كنت قرنا يا اوكي سؤال شو حكتو حاسكلا قبلها كم حروف القلقلة وإلى كم قسم تنقسم حروف القلقلة حروف تقلقلها وإمسا محاس إنتين لك بحاجة ميغي وغير سمان حروف تقلقلها وميغا كم حروف القلقلة وإلى كم قسم تنقسم حروف ميغا لو غيبية مع الغيبة مع الغيبة مع سدح غيبة مع أفربة شن يا صغرى يا كبرى اسمين اوكي سؤال شحكتا عايز كله ولشا سؤال شما ملتبول تشويس وحالا يا رأينا تشيكتي تقلقلة عايدا كجرة نوعي هاي حدوسا قلقلة كجرة هذا عردنا درزيش كقابل وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قلقلة صغرى عايدا كجرة القلقلة الصغرى القلقلة الكبرى مدنا معها بي قلقلة الكبرى القلقلة الكبرى معنا ايه اوكي سؤال ما حاسك لك قبلها وحلا يا الرواين عايدا هاد اخرزان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اوكي سؤال شحكت وحاسك لو ولشا وحلو دينيا أحكام الرعضة إعادة كجرتا الذين يذكرون الله قياما وقعودا
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. راء مخفف مفخم مفخم مفخمة. اوكي سؤال شو حاسكلا قبلها، كم هي مخارج الحروف وكم موضعا لهذه المخارج؟ مخارج حروف توائميسا ما غم موضع اي مخارج تنسكليهن شن اها الجوف واللسان والحلق والخيشوم والشفتين. كم هي مخارج الحروف وكم موضعا لهذه المخارج؟ مخارج الحروف محيين اول مخارج محاور مخارج نفس الكود ما يقام موضع اي كلاسيك اللي هي 17 صح اها. اوكي سؤال شو حاسكلا ولشا حروف الإخفاء مجموعة في أوائل البيت، ما هو هذا البيت؟ حروف الإخفاء قبل يلوك المياه قبل يلوك المياه وحلوك المياه صف داثنا كم جاد شخص قد سما طم طيبا زد في تقاطع ظالما. اوكي سؤال شرح الدين يا قبلها اذكر الأحكام التجويدية في قوله تعالى أفمن يمشي إذ قام الناقص ونون ربا بعدها يا أمد الأصلي. أوكي قبلها صحاودين يا ويلش عفوا صحاودين يا آيات الحكم كجلس وصار وحاول منها. أوكي وحليل وحوايد من ما يسرى أفهم يمشي وحوايد كدم بالير. يا إظهار الشفوي. إظهار الشفوي صح. اوكي وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف لا كل راح يصير يا اختي ادنى مد الاصلي يا ادغام متماثلتين. اوكي سؤال شو عبودين يا قبلها وآمنهم من خوف مد الاصلي إخفاء يعني إظهار الشفوي أنا إدغام متماثلين. لا والله كسرنا سمعنا. أوكي سؤال شو سلوني لمين هلا كسرنا يا وليش قبلها أسأل سؤال شو عندنا ما هو مخرج الضاد؟ Side of the tongue. أها. عارف كيس كيسة. ضاد. كرو هذا بليز. عارف كيس كيسة like كذا. لسان. اوكي ويليشا كوريجينا يا ويليشا مخرج الضاد واحد وسط اللسان انت اصلا هو كان ترتنكي اردوده ويليشا يا قبلها كده حي تجويدك ان شاء الله ريزلتك انا دبا على ايش الشيء انا هدي له هذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد أرضي راح لودي سدين ثمان سؤالات وتجويدة ويرشوا سدين سؤال بيك جوابين قبلونا وحكي جوابين سدين سؤالات مركز الأكادين كذب وحام ودي اللي لا سدح سؤالاته وكلبحه قبلها هل سؤال كجوابي ويرشونا وحكي كم يسند جوابين قبله وحكي جوابين عيدة أفهمي يمشي وحي راضي وحا كجرته إضغام إظهار شفوي يمد طبيعي سيدة عمرك وحا كجوره استقبلها وحي ليه إن شاء الله لا بغلا دولار وجائزة ويليش وحي ليه بغلا دولار وجائزة عاوي عشرة إن شاء الله لقبهن دونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
نحمد الله الذي خصنا بتعليم القرآن العظيم، ونصلي ونسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وعلى آله وأصحابه المجودين للكتاب المبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم class. You guys are fresh from sleep. So memorize quick and kasabaha before you guys get tired is what we would hear from our ma'allimin every morning as class started. As I constantly spent my time skimming through the 604 pages of the Quran, I remember wondering how difficult it would be to complete the Quran. The feeling of looking at the pages made me doubt myself of having such a high expectation. Time progressed and I began to see many of my classmates ranging from 9 to 14 years old reach their goal. That made me increase my dedication by telling myself, Ya Rahma, ajiska iska joji. I felt that it was my mission as a Muslimah and as a servant of Allah to complete His Holy Quran just as my classmates have. After setting my target, I encouraged myself day and night to strive beyond my ability. While still dedicated and determined with my goal, I still had to focus on my schoolwork, which made me overwhelmed. I learned to organize my time and also get the support from my parents and teachers. From numerous advice, constructive criticism, and my parents sacrificing their time by bringing me to the Duksi 7 days a week, I realized, inshallah, I can do it. My ma'ayn and parents even awarded me for my little accomplishments along the way, which I didn't mind. One thing I realized as a tahfidh student is my feelings toward my parents and ma'alimin became optimistic. In the beginning, their advice got me frustrated because I didn't understand the purpose behind their advice. But as I reached further into the Quran, I got more confidence and finally understood the importance behind their words. I realized that it was my benefit to push myself even further. I came weekdays and improved one step at a time. I saw some of my friends just eating their time away while I kept on getting closer and closer to my goal. I remember our ma'alimin inspiring us by saying, time is gold, which meant that time was very valuable. As time progressed, I continued to pray and make dua for Allah to make my goal easier. And alhamdulillah, Allah has made it easier for me. I remember some morning sitting in class, doubting myself that I would be able to finish before the graduation. But as the days went by, with Allah's help, I began to be more enthusiastic. I noticed that there are more steps than just to memorization. I had to learn to read in tajweed, to pronunciate the Quran loud and clear, so that I would be able to recite as good as Sheikh Abdul Rashid Ali Sufi, Sheikh Sudaisi, and Sheikh Khalil recite the Quran. From His own mercy, Allah made me love the Quran even more. I became even more determined than ever and decided to complete my goal before I rested. Alhamdulillah, I finally reached one of the most happiest moments of my life by completing the Quran. I remember that day so clear. It started out in a dead silence, but as I flipped to the last page and recited the last words, I suddenly heard Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar. I was so overwhelmed, I felt as though I was in a dream. But alhamdulillah, I wasn't. My dear brothers and sisters in Islam, we are here tonight because of our fellow classmates who successfully finished the Quran when their friends were out having fun. We have many thanks to our dear teachers who took time out of their lives to come to Duksi for us to kabah ashar. I know it was hard for my ma'allim to come every day for us to kabah ashar, so I am guessing it was hard for the other ma'allimin too. We all came and sat in class for 12 hours, and some of us during that time took advantage of the chance when we had a lot of energy and passed as much ashar as we could. In the end, the ones who took advantage always succeeded, and alhamdulillah, we were among those who their hard work had finally paid off and are graduating tonight. As we all know, this is the third graduation of Abu Bakr as-Siddiq Duksi. Insha'Allah, our next graduation will be March 12th, 2012. My dear fellow classmates, I hope that you will be among those graduates. I promise, inshallah, if you set your goal to it and work hard, you will reach it. So don't forget, fear Allah, work hard, and inshallah, you will succeed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mashallah. And rahmo, huwaira taqishwago, and wahi. لكن كان عضو مرتين وعكاها النسي دادي جرتو أرضيغ الله إليه متغانا قرآنك
dhammaantiisa u arkaan wax adag iyo wax weynna u arkaan. ayadii markii ay claaska bilaabaysay, taxfiid claaska bilaabaysay, marka hore maysan u malaynayna qur-aanka waqtigay ku dhammaysay inay ku dhammayn doonto. macalimiinta caawinay caawiyeen, dardaaran badanna siiyey, arday facayd oo claaska dhigto kale qur-aanka dhammaynaya markay aragtay, waxay ogaatay in qur-aanka dhammaantiisu wax saa u adagsay moodas inaysan ahayn oo qof walbuu dhammayn karo, laakiin ay kaaga baahan tahay dadaal, ay kaaga baahan tahay time badan inaa gelisid. 7 maalmood maalmaha hadday iskuulka fasax yahay, 7 maalmood inay imaadeen isku day jirtay macalimiin maasha allah oo diyaar u ah oo mataqaanaa ka dhageysanaya la ballamaya oo weekend kelima maalmaha kale keliya la ballama oo mataqaanaa casharka uga soo baxdo ayay ku qaadatay qur-aanka inay ku dhamayso. haddaan ka socono waxaa inoogu xiga insha allah program ay noo soo diyaariyeen arday ka mid ah ardayda qalinjibinaysa insha allah, waxa weeye tiralkiisa qur-aan miracles. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear brothers and sisters in Islam, I'm sure we all read the Quran every day, but some of us read the Quran not knowing what it benefits us. Today, we will enlighten you with just some of the many benefits of learning Al-Quran Al-Kareem. The Quran benefits you in this life and in the hereafter. As Allah said in Surah Al-Isra, verse 82, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Meaning, we send down stage by stage in the Quran that which is a healing and a mercy to those who believe, and to those unjust, it causes nothing but loss after loss. In this life, the Quran benefits you by having the company of the noble and obedient angels. Aisha, may Allah be pleased with her, relates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, the one who recites the Quran beautifully, smoothly, and precisely, he will be in the company of the noble and obedient angels. And as for the one who recites with difficulty, stammering or stumbling through its verses, then he will have twice that reward." Narrated by Al-Bukhari and Muslim. This means that though you have trouble reading the Quran and it takes you longer to learn it than most people, you will have twice the reward just for trying. Another benefit is that you get 10 rewards for each letter you recite from the Quran. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال هذا حديث الصحيح. Meaning, حضرات ابن مسعود رضي الله عنه narrates that رسول الله صلى الله عليه وسلم said, whoever reads a letter from the book of Allah, he will have reward. And this reward will be multiplied by 10. I am not saying that Alif Lam Mim is a letter. Rather, I am saying that Alif is a letter, Lam is a letter, and Mim is a letter. Narrated by Tirmidhi. Think about this. You read Surah Al-Fatiha and you receive 1,370 ajr from Allah Azza wa Jal. You read Surah Al-Fatiha 17 times a day just by performing your daily prayers. You get a minimum of 23,920 ajr. So if you easily get ajr from reading the Quran, why not do it? Allah says in Surah Az-Zumar, Ayah 73, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Meaning, and those who fear their Lord will be led to the garden in crowds, until behold, they arrive there. Its gates will be opened, and its keepers will say, peace be upon you, well have you done. Enter here to dwell therein. In the hereafter, the Quran benefits you by being proof for you on the day of judgment. This is due to the statement of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ. And the Quran is a proof for you or against you. Narrated by Muslim. So what of the two things will occur with this proof? The Book of Allah. It will either be in your favor, a proof for you on the day where you will need every single good deed, or it will be something standing against you. My dear brothers and sisters, just imagine. Imagine that the people you hold so close abandoning you on the day of judgment. The only companion you will have is Al-Quran. So would you rather have the Quran as a friend, or would you rather have it standing against you? Another benefit is that the more you memorize and act upon the Holy Quran, the higher your position will be in paradise. Abdullah ibn Amr ibn al-As heard the Prophet sallallahu alayhi wa sallam saying, it will be said to the companion of the Quran, read and elevate through the levels of paradise and beautify your voice as you used to do when you were in the dunya. For verily your position in the paradise is at the last verse you recite. Narrated by Abu Dawood and At-Tirmidhi. This means that each ayah in the Quran is a step toward the highest position in paradise. So the more you memorize the Quran and act upon it, the higher you will go. Six of the many reasons to read the Quran. Number one, inimitable. The Quran says that humans cannot write a book like it, even if they pulled all their resources together. Not a single person, not a single group, not a single soul can create something that is even close to the Quran. The Quran said this 1400 years ago, and yet no one has been able to disprove it. Billions of books have been written, but not another one like the Quran. The proof to this statement is in Surah Al-Isra, verse 88. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Number two, incorruptible. The Quran is the only religious sacred writing which has been in circulation for such a long time, and yet remains as pure as it was in the beginning. The Quran is kept intact. Nothing was added to it, nothing was changed in it, and nothing was removed from it ever since it was completely revealed 1400 years ago. The proof for this statement is in Surah Al-Hijr, ayah 9. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Number three, unsurpassable. The Quran is Allah's final revelation to humankind. Allah revealed the Torah to Nabi Musa alayhi salam, the Zubur to Nabi Dawood alayhi salam, the Injil to Nabi Isa alayhi salam, and finally, the Quran to Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No other book will come from God to surpass his final revelation. The proof to this is in Surah Al-Ankabut, ayah 49. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Number four, indisputable. The Quran withstands the test of time and scrutiny. No one can dispute the truth of this book. It speaks about past history, and it turns out right. It speaks about the future in prophecies, and it turns out right. It mentions details of physical phenomenon which were not known to humans at the time. Yet, later scientific discoveries confirmed that the Quran was right all along. Every other book needs to be revised to accord with modern knowledge. The Quran alone is never contradicted by modern discovery. Number five, Allah's gift of guidance. Allah has not left you alone. You are made for a reason.
Allah tells you what He made you, what He demands from you, and what He has in store for you. The Quran is a healing mercy from Allah. It satisfies the soul and cleans the heart. It removes doubts and brings peace. And finally, number six, Allah, the Quran is your roadmap for life and afterlife. The Quran is the best guidebook on how to structure your life. No other book presents such a comprehensive system involving all aspects of human life. The Quran also points out the way to secure everlasting happiness. It is your roadmap showing you how to get to paradise. So, dear brothers and sisters, think about the benefits of learning Al-Quran Al-Kareem. Examine your ways and your intentions of learning Al-Quran Al-Kareem. Change your actions for the better so that you may benefit in this life and in the hereafter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين. واو وياء سكنا وانفتحا، قبلهما والانحراف صححا. في اللام والرا وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزا. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة، وزينة الأداء والقراءة. وهو إعطاء الحروف حقها، من صفة لها ومستحقها. ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف. وليس بينه وبين تركه، إلا رياضة امرئ بفكه.